قال مندوب الأردن لدى الجامعة العربية علي العابد إنه تم مناقشة جدول أعمال القمة العربية خلال الأعمال التحضيرية. وأضاف العابد في تصريحات لإكسترا نيوز أنه تم مناقشة تطورات القضية الفلسطينية بالإضافة إلى القرار الأمريكي الخاص بشأن الجولان المحتل. الحقيقة أنه اليوم كان النقاش على مختلف بنود جدول الأعمال، خاصة تلك المتعلقة بالتطورات الفلسطينية في موضوع القضية الفلسطينية، في موضوع الجولان السوري والقرار الأمريكي في هذا الشأن، وكذلك الأزمات التي تمر فيها منطقتنا العربية من وهي للأسف كثيرة، من ليبيا وسوريا واليمن وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالعمل العربي المشترك.